الاهلي والسبع سبع ثمان اخبار كلهم ايه؟ لو انا اللي بكتب مش هكتب اكتر من اللي اتكتب حقيقه. ربنا يكرمك. لا بجد اسمعوا بس العمل الموضوعي هو اللي بينجح، وعشان كده لكم خبر كويس. وده يمكن بعد ما تابعت الحقيقه وبعد الجوله مع السيد الوزير المحافظ، احنا ان شاء الله في شروط مبادره سياده الرئيس لحياه كريمه، احنا اعلنا حاجات كتير جدا كانت الجمعه الماضيه، كانت الخطبه